كابتن اسامه، الف مبروك النادي الاهلي. الله يبارك فيك. النادي الاهلي استحق الفوز وتفوق على الاتحاد لعبا ونتيجه. مظبوط، ده كلنا حاسينه من بدايه المباراه، رغم ان الشوط الاولاني ما فيهوش فرص كتيره خطره لغير يمكن اكتر واحده بتاعت حسين الشحات اللي قفشه لعبها له وحطها ومشي جنب العارضه، لكن الاحساس ان الروح مختلفه خالص عن مباراه غزل المحله، عن مباراه قبل غزل المحله في اكتر من مباراه. كميه الجري كبيره جدا، وكميه الجري هي اللي بتعمل لك حاجه مهمه في كره القدم جدا، اللي هي بتخلق مساحات، خلق مساحات، لان الكره في نهايتها انت بتحاول تخلق مساحات كبيره في وسط ملعب الخصوم، في خط ظهرهم، عشان تخلق لنفسك فرص. وبالعكس في الدفاع انت بتقفل كويس قوي عشان تضيق المساحات، فلو ما فيش كميه جري كبيره، ده اللي كنا ملاحظينه في مباراه المحله، انت بتلعب 11 لاعب، ما اقدرش انا اعول على ان زي ما انت كنت متهيألي عايز الكره ديت بتاعت حسين الشحات اللي هو لعبها له قفشه، اللي هي كانت مفاجاه اللي اتكلم عليها كابتن علاء بيهوب بين الشوطين. ما هي دي يمكن اخطر كره في الشوط الاولاني، رغم ان احنا قلنا كنا مسيطرين وشكلنا افضل، لكن الخطوره ما كانتش كبيره قوي، هي دي اخطر واحده. تحرك كويس قوي من حسين الشحات، ومجدي قفشه برؤيته التمريرات البينيه عملها، وهو الجون بصراحه في الكره دي قفل عليه بسرعه قوي. هو حطها حاول يشيلها من فوقيه، بس هي فتحت منه شويه فمشيت جنب القائم الايسر. هو تصرف لما تشوفها في الماتش الحقيقي يعني تحس ان صبحي قفل عليه بسرعه قوي، يعني هو حاول يشيلها بس فتحت منه شويه، يعني هو كان تصرف سليم منه ولكن ما وفقش فيها. اتفضل. فانا بقول لك ان كره القدم 11 لاعب، ما اقدرش انا زي غزل المحله يبقى ديانج بيجري بموت نفسه والى حد ما قفشه واثنين ثلاثه وفي ثمانيه كميات الجري بتاعتهم قليله قوي، طب انا هتفوق على الفرقه اللي قدامي ازاي؟ ما هو انا لازم اجري واتحرك عشان بفتح زوايا تمرير لزمايلي، بخلق مساحات زي ما انا بقول. فالنهارده ده واضح ان النادي الاهلي تغاضى عنه من بدايه المباراه رغم الخطوره القليله في الشوط الاولاني. الشوط الثاني قلنا في الشوط الاولاني صلاح محسن وحسين الشحات ومروان وقفشه، وان كان حسين اكثرهم كان حركه الشوط الاولاني، كانوا حركتهم في وسط المدافعين بتوع الاتحاد كانت قليله، فما بيخلقوش مساحات كويسه. بدايه الشوط الثاني حصل العكس وتوقيت الجون فرق. صحيح. يعني من الحاجات اللي فرقت كتير جدا النهارده في الماتش انه تقريبا بعد دقيقه من الشوط او دقيقتين مروان اتحرك تحرك كويس قوي، جت ضربه الجزاء فتحت الماتش وخلت الاتحاد يتغاضى شويه عن الكثافه الدفاعيه اللي كان عاملها، وفتحت نفس لعيبه النادي الاهلي. صحيح. فقدرنا نجيب الجون الثاني على طول بعديها بثلاث اربع دقائق، فابتدت بقى المساحات تتفتح وجالنا فرص كتيره كان ممكن نخلص بيها، ويعني حتى الاستحواذ النهارده كان جيد. يعني غير الفرص كمان والكميات الجري كويسه، الاستحواذ، لان برضو دي نقطه كانت من النقط اللي النادي الاهلي في المباريات الاخيره افتقدها. كان اللعب على طول طويل طويل طويل، انت بتلغي نص الملعب وبتلاقي ثلاث اربع مهاجمين بيتكتلوا في ال 18 خلاص ثلاث اربع مهاجمين بيتكتلوا في ال 18 وكرات طويله. الكرات الطويله دي انت بتحتاجها. صحيح. بتحتاجها احيانا، ولكن ما انا بقول لك احيانا ما يكونش اسلوب اللعب كده. وجبنا منها اجوان، لكن مش هو ده الاسلوب اللي هتلعب بيه 90 دقيقه. مظبوط. فالنهارده فوز مستحق واداء جيد وثلاث نقط غاليين جدا قبل مباراه الزمالك. صحيح.